الوغ اولا هو ماشي مغلق. ديما تنصحح هذه الكلمه هذه، لان السؤال متي تطرح اللي كاين هو انه كيف عرفتوا وراكم كلكم اللي متبعين الشان الرياضي عارفين بان مركب محمد الخامس ما توقفش اكثر من سنه ونصف او سنتين، والعشب ديالو ما تمتش الصيانه ديالو نهائيا، والدليل على ذلك هو انه احتضن في 2021 اكثر من 55 مباراه بدون توقف، يعني بدون صيانه موسميه اللي موالفين تنديروها. اذا فالعشب ديالو عيا، دونك اللي درنا دابا هو انه اغتنا الفرصه ديال التوقف ان شاء الله على القرب المباريات الوطنيه باش يتم الصيانه الموسميه اللي كان خصنا نديروها في شهر 9 شهر سبتمبر وما درناهاش، باش دابا غادي نديروها ان شاء الله، وغادي يتم الافتتاح ديالو في اوائل شهر ديسمبر. شكرا.